في كرة قريبة خطيرة، خلدون الخطير، جول 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 جول. فعلها خلدون من مكان مسمى باسم خلدون. 1-0 للأهلي، 1-0 للأهلي من كرة ثابتة في شباك الحارس أنس أبو سيف. 1-0 من كرة ثابتة. الأهلي دافع كل المباراة من أجل هذه اللقطة التي تأتي بالهدف بقدم خلدون الحلمان. 1-0، 1-0، كرات خلدون. فعلا هذه كرات خلدون، هذه أشياء أيضا من أشياء خلدون. تنفيذ رائع في الزاوية اليمنى، صعبة جدا جدا على أنس أبو سيف. الهدف خلاص يحتسب. الاعتراض مستمر من لاعبي الشباب. هل كان فيها خطأ؟ هل لم يكن فيها خطأ؟ الهدف يحتسب.